أحبائي المشاهدين في كل مكان في قناة أغابي، كل الناس اللي بيسمعونا في الدنيا كلها، أهلا بيكم في أول حلقة من حلقات برنامج عائلتي. يمكن اللي بيشوفونا دلوقتي بيسألوا نفسهم إيه البرنامج ده اللي احنا هنقدمه. الحقيقة البرنامج ده كان حلم عمره سنوات طويلة جدا. كلنا كنا بنحلم هنا في القناة وخارج القناة في الخدمة كلها في الكنيسة كلها، ان احنا عندنا برنامج يعمل مزيج من علم النفس والكنيسة والأسرة والكتاب المقدس. يمكن كتير من اللي بيسمعوني دلوقتي عندهم معلومات عن الأربعة دول، لكن لو حطينا الأربعة دول جنب بعض ومزجناهم سوا هو ده هدف البرنامج. برنامج بيكلم كل أسرة وكل فرد في كل أسرة، بيكلم الأب الأم الولاد الأفراد كلهم عشان يكلم كل واحد عن احتياجاته العميقة إزاي يسددها. خلينا نحكي لكم قصة الحلم ده. من سنوات طويلة كان المشاكل النفسية شاغلة الناس لدرجة كبيرة قوي، كل واحد فينا كان عنده مشاكل عميقة مش لاقي حد يكلمه فيها، وعادة كان بيفكر يروح حتة من اتنين، يا بيروح للطبيب النفسي أو الاستشاري النفسي يحكي معاه، أو ياخد بعضه ويروح لأي فرد في الخدمة يتكلم معه. وعادة كان بيبقى فيه نوع من أنواع التناقض في الكلام، اللي بيروح للدكتور النفسي يقعد يقوله نصايح قد كده يمكن كتير منكم عارفينها، ويقعد يديله أفكار وتوجهات ويطلع يحاول ينفذها، يلاقي غالبا كتير من اللي بيتقاله نظري أكتر منه عملي. واللي يروح للكنيسة متوقع اللي هيتقاله قبل ما يخش غالبا هيقوله صلي وصوم وبعدين صلي تاني وبعدين صوم تاني وبعدين تالت وبعدين رابع، ويطلع يقول أنا صليت وصمت وما وصلتش لحاجة. الناس ابتدت تتساءل طب نعمل إيه، وهنا ابتدى يبان الحل. إيه الحل؟ هنعمل جوازة، هنعمل مزيج ما بين الاتنين. الفكرة دي اتولدت في قلوب ناس احنا بنسميهم المؤسسين لعلم النفس المسيحي. إيه بقى علم النفس المسيحي ده؟ هو مد إيديه، خد الحقائق النفسية وخد الحقائق الروحية وحطهم مع بعض. احكي لكم حكاية بقى. من حوالي أكتر من 80 سنة طلع واحد من علماء النفس المشهورين اسمه فرويد، يمكن كتير من اللي بيسمعوني يسمعوا الاسم ده، ده واحد من مؤسسين علم النفس الحديث. الراجل ده اقترح اقتراح يمكن تستغربوا ليه حضراتكم. قال ايه؟ قال يا جماعة عشان بني آدم تتحل مشكلة من مشكلاته أو معاناة من معاناته الداخلية محتاج يقعد مع حد من الأطباء 3 ساعات في الأسبوع كل مرة ساعة لمدة 7 سنين. اسمع بقى الجملة اللي هتخضك دي، تخيل إن الراجل اسمه فرويد ده العالم المشهور ده قال وبعد 7 سنين دول اللي هقعد فيهم معاك 3 مرات في الأسبوع كل مرة لمدة ساعة أنا مش ضامن النتيجة. يعني يا سيدي مش ضامن النتيجة؟ قال يعني أنا هعمل تغيير، لكن نوع التغيير ده إيه مش عارف، ممكن يكون تغيير للأفضل وممكن يكون تغيير لحاجة أنا مش متخيلها مش متوقع. يعني ممكن واحد يجي لي مثلا عنده اكتئاب، ممكن أساعده أطلع بيه من الاكتئاب لمرحلة أحسن، لكن ممكن يبقى هو مكتئب يظل على حاله وإما يتدهور أكتر. أنا هعمل تغيير لكن أنا مش ضامن هذا التغيير. الراجل كان واضح واعترف بقدراته ومحدودياته. 7 سنين 3 مرات في الأسبوع 3 ساعات في الأسبوع، شيء مين يقدر يستحمله عشان يتغير؟ وبالتالي طلعت جملة شهيرة جدا بتقول أنه علم النفس يقدم اقتراحات محددة واضحة قوية، لكن تنفيذ هذه الاقتراحات مرتبطة بي ومرتبطة بالظروف المحيطة بي. مين يضمن بقى أن الظروف وقدراتي وإرادتي الوضع اللي أنا فيه هينفذ هذه الاقتراحات؟ عشان كده احنا دايما بنقول علم النفس عبارة عن كهرباء ولمبة،
كهرباء ولمبة. لو انت عندك لمبة عاوز تنورها لازم السلك يوصل لها. طب لو عندك لمبة من غير كهرباء تتخيل ايه اللي هيحصل؟ اللي هيحصل ان حضرتك هيبقى عندك كل التجهيزات اللازمة لكن الطاقة اللازمة لتوصيل النور مش هتحصل. إذن علم النفس بدون المسيح قاصر. لازم قوة توصل هذه النعمة لغاية إرادة الإنسان. هو ده بالظبط بقى اللي احنا بنتكلم عليه. في جملة بقى شهيرة بنقولها: نهاية علم النفس هي بداية المسيحية. عندما يقف علم النفس عاجزا هنا تظهر قدرة الله الفائقة لعلاج النفس. مشكلتنا ايه بقى اللي بنتكلم عليها؟ موضوعنا ايه؟ ايه اللي بنتكلم عليه؟ زواج ما بين النفس المحتاجة للمعونة، بنقدم لها فهم وعمق ودراسة ونظريات، ولكن بنجيب قوة ربنا ندخلها في النظريات دي عشان تطلع النظرية في حيز التنفيذ. ده بالظبط المشروع اللي احنا ماشيين فيه. عائلتنا اللي عندها مشاكل وعندها احتياجات، هندرس الاحتياجات دي وهنوصل لأعماق المشاكل دي، واحنا بندرسها هنمد ايدينا جوه الكتاب المقدس وجوه الكنيسة وجوه شخص رب المجد يسوع ونقول له احنا فهمنا ودرسنا وحللنا وحطنا النقط، عاوزين منك قوة عشان نحول هذه النظريات الى حقيقة. خلاصة الكلام: ان لم يبني الرب البيت فباطلا يتعب البناؤون. عاوزين بناؤون لكن عاوزين يبني الرب البيت. طيب ده كده فهمنا مع بعض الموضوع بتاعنا ماشي ازاي. برنامج عائلتي اللي احنا بنتكلم عليه ممكن نلخصه في جملة جميلة. احنا ده عادة في الكنيسة لما بنبتدي اي صلاة، اي قداس، اي اجتماع، بنرشم الصليب، بنقول باسم الاب والابن والروح القدس اله واحد امين. العلاقة بين أقانيم الثالوث علاقة حب بتربطهم ببعض، بنختمها بإله واحد أمين. إيه رأيكم نحط ده شعار البرنامج؟ زي ما بنقول باسم الآب والابن والروح القدس إله واحد أمين، هنقول باسم الزوج والزوجة والأولاد عائلة واحدة سعيدة أمين. هو ده اللي احنا عاوزين نوصل له، عائلة متكونة على صورة الله. طبعا كتير من حضراتكم عارفين انه في سفر التكوين الاصحاح الاول العدد 26-27 يقول الكتاب المقدس: نعمل الانسان على صورتنا كشبهنا. نعمل الانسان، الانسان يعني الراجل والمراه، العيله ده كان قصد الله. حتى الكتاب يقول عده مرات في الاناجيل الاربعه: من البدء خلقهما ذكرا وانثى. صح؟ يبقى ربنا عاوز العيله تبقى على صورته، الزوج الزوجة والأولاد. زي ما الثالوث القدوس عبارة عن ثالوث حب، ربنا عاوز العيلة دي عيلة حب، عيلة علاقة حبية بين أطراف العيلة دي كلها. ده البرنامج بتاعنا. عاوزين نتكلم على دور كل واحد، على علاقة كل واحد بالآخر، على المشاكل اللي ممكن نشوفها، وضعين قدام عينينا أن الله يحترم القوانين التي وضعها لتأسيس العيلة. إذا احترمنا كمان إحنا القوانين اللي ربنا حطها، هنوصل مع بعض لهذه الصورة الثالوثية اللي اتخلق عليها الإنسان في البدء. نعمل الإنسان على صورتنا كشبه. تحبوا بقى نبتدي بإيه؟ النهاردة نبتدي بفكرة مهمة قوي، فكرة جت في سفر أشعياء إصحاح 27 وعدد 2. الفكرة دي بتتكلم عن العيلة وبتحط لنا أول مفهوم في الكتاب المقدس عن العائلة. الفكرة دي اسمها إيه؟ العائلة في الكتاب المقدس لها عدة تشبيهات. من أول وأهم وأغلى هذه التشبيهات: العائلة تساوي الكرمة. يقول الكتاب المقدس كده في سفر أشعياء 27 عدد 2: غنوا للكرمة المشتهى. كتير منكم يعرف الكرمة، الكرمة اللي هي شجرة العنب. لحظة واحدة، هو في حاجة في الدنيا اسمها شجرة عنب؟ حد من حضراتكم قبل كده نزل في حتة لقى شجرة مكتوب عليها شجرة عنب؟ سمعتوا عن حد قبل كده راح مثلا يعني يشتري أوضة نوم، فقال الراجل اللي بيعمل الأوض والموبيليات: من فضلك عمل لي أوضة نوم معمولة من شجر العنب؟ ما أعتقدش إن حد عمل كده. ببساطة مش حاجة اسمها شجرة عنب، هما ليه اسمها إيه؟ اسمها عنب.
طب ليه؟ لأن العنب نبات ليس له ساق. حتى الناس اللي عندها يعني جناين أو بتزرع تعرفوا أن في حاجة اسمها تكعيبة العنب. العنب نبات متسلق. النبات ده يزرعوه في الأرض وتقعد الزرعة تكبر تتحرك، ولو الزرعة دي ابتدت تتحرك يبتدوا يحطوا لها تكعيبة عنب، يعني صلبة خشب كده عرض وطول، وبعدين تبتدي الشجرة دي تتسلق التكعيبة دي. ليه؟ لأن العنب عاوز هواء وعاوز شمس وملوش ساق، فيبتدي يتسند على التكعيبة دي ويتدور عليها لغاية لما يطلع على السطح ويغطي كل الايه التكعيبة اللي موجودة دي. سؤال، طب ليه ربنا قال عن العيلة إنها كرمة؟ لأنه شجرة العنب دي بتطلع بنفس الطريقة اللي العيلة بتطلع بيها. العائلة ليس لها وجود إلا لو اتسندت على تكعيبة، على خشبة محطوطة تتسند عليها. ولذلك كلمة كرمة في الكتاب المقدس اللي احنا بندرس فيها موضوع العيلة جت 4 مرات. مرة جت على شخص رب المجد يسوع، أظنكم كلكم عارفين يوحنا 15 يقول أنا هو الكرمة الحقيقية وأبي أيوة الكرام. ليه؟ إن المسيح والآب واحد موجودين مع بعض، محدش موجود برة التاني، في بينهم سند. يقول لك لا، وهو بيتكلم عن علاقته بالآب يقول لست أفعل شيئا من نفسي، ما بعملش حاجة من نفسي، أنا مسنود على الآب بالكامل. فالمسيح الكرم دي واحد. 2، المسيح يجي في الكتاب المقدس يشبه النفس بالكرمة، يقول في أشعياء 5 لأنشدن عن حبيبي نشيد محب لكرمه، أنا وإنت كرمة، لأنه أنا ماليش وجود برا ربنا، شيل ربنا من حياتي أقع زي العنباية ما تقع كده، ما تلاقيش حاجة تتسلق عليه. واحد يقول طب لو العنباية وقعت هيجرى إيه؟ آه العنب هيطلع، لكن عارفين يطلع إيه؟ يطلع حاجة صغيرة كده محصرمة يبقى لونها اسود وملهاش طعم وتبقى احيانا مره جدا، والفلاحين يستخدموا التعبير ده يقول لك العنب حصرم، حصرم يعني ملوش طعم وبقى مر ملوش قيمه يترمي. فلو انا شلت المسيح من حياتي زي الكرمه لما تشيل منها التكعيبه تموت. عشان كده الكتاب يقول بدوني لا تقدرون ان تفعلوا شيئا. يبقى المسيح كرمه، انا كرمه، الكنيسه كرمه. هي الكنيسه ليها وجود بره ربنا ملهاش طبع، الكنيسه مسنوده على المسيح. مزمور 80 يقول التعبير الجميل ده، يقول يا إله الجنود ارجع واطلع من السماء وتعهد. هذه الكرمة، الكنيسة كرمة. طب ونمرة 4، العيلة بقى، العيلة كرمة. ده المفهوم الأولاني، أول حاجة تصلح بها عيلتك المفهوم ده يبقى واضح جواك. العيلة ملهاش وجود برا ربنا. يقول الكتاب المقدس في سفر المزامير مزمور 128 عدد 3، اللي على فكرة المزمور ده احنا بنقراه يوم الإكليل في القداس. لو حد فيكو كان مصحصح يوم الإكليل أو لسه فاكر، ربنا يحيي ذاكرتك إن شاء الله، ها تتذكر يوم الإكليل اتقرأ لك مزمور 128 ده، امرأتك تصير مثل كرمة مخصبة في جوانب بيتك. العيلة كرمة. طب ليه؟ شيل المسيح من العيلة، العنب أقول تاني يحصر، يبقى طعمه مر، يبقى ملوش فايدة. فالعيلة أساساً متأسسة على شخص رب المجد يسوع. خليني أسألكوا سؤال، كتير من شبابنا بيقول التعبير ده، يقول أنا وشريك حياتي عاملين كابل، وحتى من غير شريك حياة بص لقي واحد وواحدة ماشيين في الشارع احنا عاملين كابل. ماشي، يعني كابل يعني 2. المفهوم ده مفهوم غير كتابي. العلاقة بالمسيح داخل الأسرة تريبل، 3. إن شاء الله لما اتجوزنا كان المسيح والزوج والزوجة، كانوا 3 بيتجوزوا مش 2 بيتجوزوا. لو شلت المسيح العنب يقع، العنب يبقى مر. الدرس الأول أحبائي اللي بنبتدي بيه النهاردة حلقتنا، عائلتك ليس لها وجود خارج الله. لكل أب، لزوج، الزوجة، الولاد، إذا المسيح ما كانش مؤسس لهذه العيلة، إذا المسيح ما كانش حاضر في وسط العيلة دي، ممكن تتوقع نتائج كتير. أنا عارف إن في ناس كتيرة بيشوفوني بيشتكوا شكاوى قد كده، علاقتهم ببعض متوترة، مشاكل وخلافات عائلية بين الزوج والزوجة، الأولاد تعبنا، العلاقات متوترة. طبعا لما هنتكلم في الحلقات الجاية لا يمكن عيلة ما يبقاش فيها خلافات. ما فيش يا جماعة ملايكة بتتجوز،
كل الناس هتختلف، ولكن في اختلافات تبني وتقرب وتتحل وتخلص وتحول المشاكل علاقة الاتنين لعلاقات أعمق، وفي مشاكل تفرق وتبعد وتزيد وتتضاعف وتخلي البيت كله كم من الجحيم. النهاردة عاوزين نوصل رسالة مهمة لكل واحد، وهنستكمل كلامنا إن شاء الله في المرات الجاية، هنقول إزاي، لكن حط هذا الشعار قدام عينيك: عيلتي كارما، يا إما عيلتي عنب من غير كارما. لو عيلتي كارما، أتوقع أن هذه الكارما هتزهر وهتثمر وهتدي فرح وهتدي بهجة. لو عيلتي مش كارما، متوقع أنه أدوق مرار وأدوق متاعب. تاريخ العلاقات الإنسانية كله بيحكي أنه الناس بدون الله، قصة تلخصت في سفر التكوين إصحاح الثاني عدد 17: يوم تأكل منها موتا تموت. وتاريخ البشرية بيحكي أنه لما ربنا بيخش في تاريخ الإنسان، قصة تلخصت في متى الإصحاح الثاني لما اتكلم الكتاب عن المجد لله، في لوقا كمان الإصحاح الثاني مع متى الإصحاح الثاني: المجد لله في الأعالي، على الأرض السلام بالناس المسر. هتختار الموت ولا هتختار المسر؟ في نهاية البرنامج عاوز أقول لكم حاجة أخيرة. إحنا نفسنا البرنامج ده بقى علاقة بيننا وبينكم، بين القناة وبين كل واحد بيسمعنا، عشان كده هيبقى فيه إيميلات وهيبقى فيه تليفون وهيبقى فيه كونتاكت. عاوزينكم تبعتوا لنا آرائكم وتبعتوا لنا تساؤلاتكم وتبعتوا لنا اقتراحاتكم، ونوعدكم إن شاء الله في الحلقات الجاية كل رأي، كل فكرة، كل تليفون، كل ميل هيتقري وهيترد عليه، عشان يبقى فيه علاقة بيننا وبينكم ونوصل مع بعض للصورة الجميلة اللي احنا ابتدئناها: عائلتي كرم مبهج لشخص المسيح. أمين.